أعزائي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كما تلاحظون في العنوان هناك الهندسة من الألف إلى الياء لا جيومتري دو للأولى إعدادي دونك سوف نرى سلسلة من الدروس والتمارين لسنة الأولى منذ بداية السنة إلى آخرها دونك الدرس الأول هناك ما يسمى بالمستقيم دونك غادي المستقيم اولا ها مستقيم هو هو المستقيم المستقيم هو عباره عن نقط عدد من النقط لا تنتهي اذا هنا صمت مستقيم هنا نقطه هنا نقطه اذا مجموعه غير منتهيه من النقط. إذا أخذنا نقطتين من هذا المستقيم أ و ب مثلا سوف نسمي هذا المستقيم المستقيم AB نرمز له بالرمز AB ولا نقدر ندير له با دونك ولا بالنسبة لهذا المستقيم نقدروا نرمزوا له كذلك بالحرف دي دي هكذا ونديروه بين قوسين اذا المستقيم لا ينتهي من جهة B ولا ينتهي من جهة أ دونك هذا هو المستقيم دروك نشوفو النقاط على المستقيم عندما نأخذ أ و بي على المستقيم دي مثلا عندنا غير مستقيم سميناه دي وخذينا عليه نقطتين إذا خذيت واحد النقطة أخرى سي هنايا ايوا عندنا غادي نرمز ل ا آه تنتمي الى المستقيم دي نكتبو هكا حرف تنتمي هو هذا الحرف داير بحال سي ونشطبوه بحال الاورو ينتمي الى المستقيم دي B كذلك ينتمي الى المستقيم دي سي ينتمي الى المستقيم دي اوا الا خدينا واحد نقطة أ هنا يا هاد النقطه او هنايا هذه النقطه او ما تنتميش للمستقيم دي ليست على المستقيم دي اذا او غادي نرمزوا لها الحرف ديال تنتمي ولكن نشطبوه هكا او لا تنتمي الى المستقيم دي ناخذو اف هنا اف لا تنتمي الى المستقيم دي دونك كنديرو الحرف ديال كرون سي بحال هكذا شويه طويل ونديرو له واحد الشرطه في الوسط ونشرطو هكذا دونك فوالا بالنسبه لتنتمي ولا تنتمي إذا خدينا النقاط ا بي وسي انها توجد على المستقيم دي تنتمي الى نفس المستقيم نقول النقاط او وبي وسي نقاط مستقيميه او لا نقول لهم En français, points alignés. A, B et C sont trois points. Trois points alignés. Ils sont trois points alignés. Voilà pour les points, l'appartenance, la non-appartenance, l'alignement des points. Il a dit, E. Euh, A, B ou A, E. Mia. Non, ils ne sont pas alignés. Je vais A, B et E ne sont pas alignés. Voilà. L'alignement des points, l'appartenance, la non-appartenance. دروك غادي نشوفوا القطعة القطعة إلا خدينا مثلا على مستقيم نقطتين ناخذ واحد المستقيم مثلا هذا مستقيم أوه. ولا هذا مستقيم دي ولا نقدروا نسميوه دلتا من بعد نشوفوا هذا الحرف دلتا بحال مثلث هكذا ونديروا بين قوسين كنسميوه هذا حرف يوناني كان غالبا كان تقولوا لمستقيمات لي لم... لي ل... ل... دروات لا دروات دلتا دي بون حنا دروك نكتفيو بالدي غادي ناخذوا جوج ديال النقاط ا و بي دونك هذه تنتمي للدي بي تنتمي للدي الا خلينا هذا الجزء هنايا ما بين ا و بي

les extrémités du segment ab donc هذا بالنسبه لو سيغمون من بعد نشوفوا لا دروات droite هي لا droite هي نصف مستقيم نصف مستقيم غادي نرسمو هكذا مستقيم مثلا دي إلى خدينا عليه نقطه وانطلقنا منها مثلا هنا ا انطلقنا من هذه النقطه وتفوت على واحد النقطه بي الوغ هذا الجزء اللي جاي من ا و يفوت على ب هذا يسمى نصف مستقيم يعني هذا الجزء اللي منا ما ينتميش لنصف المستقيم ابي ولا ليس جزءا من نصف المستقيم ابي اذا النصف المستقيم ابي كرمز له ب آ بي ونغلقوا القوس في الأول كروشي ولكن موراها قوس علاش كروشي هنا كيبدي الأصل كنسميو هادي آ لوريجين دو لا دومي دروات إل لا دومي دروات آ بي آآ بورو أوريجين آ إي باس فار بي دونك كتفوت على بي بلا ما توقف دونك فوالا كنرمزو لها ب الرمز الحا... أ ب ما نقدروش نسميوها ب أ هكا حقاش لوريجين ماشي يبي هي بي هي ا اه. دونك ما نقدرش نرمز لها هكذا دونك فوالا بور لا دومي دروات الا خدينا واحد النقطه هنا او اه. هاد النقطه او اه. واش تنتمي للمستق النصف المستقيم ا بي او اه نابارتيان با ا لا دروات ا بي ولكن الا خدينا هنايا اف اف ا بارتيان ا لا دروات ا بي Voilà donc hado ce sont deux exemples euh euh la demi droite donc voilà بالنسبة له الحصة درنا على الدروات السيغمون اي demi droite في الحصة الجاية ان شاء الله غادي نزيدو نديرو تمارين حول هذا الدرس ونفوتو الدرس الموالي يلا الى اللقاء في حلقة اخرى ان شاء الله A bientôt.